الحصة 12 في جبر أولى إعدادي الترم الأول، وهناخد فيها ضرب وجسمة الحدود الجبرية. حصة صغيرة وسهلة. الضرب والجسمة في الحدود الجبرية معتمد على قاعدتين صغيرين خدناهم في ابتدائي، كانوا بيقولوا عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس، وعند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس. في الضرب نجمع الأسس، وفي الجسمة نطرح الأسس. الحصة اللي فاتت خدنا جمع وطرح الحدود الجبرية، زي 3 سينوس 2 زائد 5 سينوس 2. كنا بنقول في شرط للجمع والطرح، وهو شرط التشابه، يعني لازم اجمع سينوس 2 مع سينوس 2 اللي زيها، ما ينفعش اجمع سينوس 2 مع سينوس 3 مثلا. كنا بنجمع المعاملات بس، وبنزل الرموز والاسس زي ما هي، 3 زائد 5 8، ونزل سين اس 2. نبدأ بضرب الحدود الجبرية. لما اجي اضرب سالب 3 سينوس 2 في 2 سينوس 5، اول حاجة نضرب الاشارات والمعاملات عادي خالص، سالب في موجب بسالب، 3 في 2 ب6. لكن الضرب ليه قاعدة، عند الضرب نجمع الأسس، أنزل أساس منهم اللي هو السين، وأجمع الأسس، 2 زائد 5 7. يبقى في الجمع بننزل الرمز والأس بتاعه زي ما هو، أما في الضرب بنجمع الأسس، ولازم الأساسات تبقى متشابهة، يعني سين وسين، صاد وصاد، وهنشوف لو مختلفة هنعمل فيهم ايه. ألف أس 3 في ألف، الألف دي تعتبر أس 1، هنزل أساس واحد منهم وأجمع الأسس، 3 زائد 1 يبقى 4. صاد في صاد، صاد تعتبر أس 1 والصاد التانية أس 1، هنزل صاد وأجمع، 1 و1 2. طيب ألف في ب، هنا الأساسات مش متشابهة، يبقى مينفعش أجمع الأسس. ألف في ب يبقى ألف ب، هنزلهم جنب بعض، يعني أكن هعزف علامة الفيل اللي بينهم، عشان قولنا فيه زي ما فيش. سين في صاد، ننزلهم جنب بعض، يبقى سين صاد. خلي بالك احنا في الجمع ما كناش بنعرف نجمع، يعني سين زائد صاد ما ينفعش اجمعهم، كنت بنزلها سين زائد صاد زي ما هي، اما في الضرب ننزلهم جنب بعض، سين في صاد يبقى سين صاد. طيب 5 في سين، ينزلوا جنب بعض برضه، يبقى 5 سين، ان السين تعتبر اساسا جاب ليها 1، 5 في 1 ب5، والسين تنزل. صاد في 4، ننزلهم جنب بعض، يبقى 4 صاد. اوعى تقول صاد 4، ما ينفعش نقول صاد 4، نبدأ بالمعامل، 4 صاد. 2 في 3 سين، هضرب الأرقام بس، 2 في 3 ب6، ونزل سين. يبقى القاعدة بتقول عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس. طيب سالب 2 لام أس 3 ميم في سالب 5 لام ميم أس 2. أول حاجة نبدأ بالإشارات والمعاملات، سالب في سالب بموجب، مش هيتكتب، 2 في 5 ب10. بعد كده هضرب الأساسات المتشابهة، لام أس 3 في لام أس 1، يبقى لام أس 4. ميم أس 1 في ميم أس 2، نجمع الأسس يبقى ميم أس 3. أضرب اللام في اللام والميم في الميم، 5 سينوس 3 صاد أس 4 في سالب 2 سين صاد أس 2. نضرب الإشارات في الأول، موجب في سالب بسالب، 5 في 2 ب10، سينوس 3 في سينوس 1 يبقى سينوس 4، صاد أس 4 في صاد أس 2 نجمع يبقى صاد أس 6. المرة دي فيها أعداد نسبية، 2 على 3 صاد أس 4 في 3 على 2 صاد أس 4. أضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 في 3 ب6 و3 في 2 ب6، 6 على 6 فيها الـ1، أو ممكن نقول أي عدد في معكوسه الضربي يساوي 1 على طول، إن الاتنين هتروح مع الاتنين والتلاتة هتروح مع التلاتة. هيتبقى لنا صاد أس 4 في صاد أس 4، أنزل صاد وأجمع الأسس تبقى صاد أس 8. 2 على 7 ألف أس 2 في 21 ألف أس 5، هنضرب بس هنا في اختصار، على 7 فيها الـ1، 21 على 7 فيها الـ3، 2 في 3 ب6، ونزل ألف وأجمع الأسس، 2 و5 7، 15 ألف أس 3 ب على الـ2 في 8 ألف ب أس 2 على 10. برضو في كسور، ممكن نختصر الاتنين مع التمانية، على الـ2 فيها الـ1، على الـ2 فيها الـ4، 10 و15 يقبلوا على الـ5، 15 على الـ5 فيها الـ3، 10 على الـ5 فيها الـ2. ممكن اختصر تاني الاتنين والاربع، على الـ2 فيها الـ1، على الـ2 فيها الـ2. نضرب 3 في 2 ب6، و1 في 1 ب1، الواحد في المقام ممكن ما نكتبوش. نضرب الرموز المتشابهة، ألف أس 3 في ألف أس 1 يبقى ألف أس 4، ب أس 1 في ب أس 2 يبقى ب أس 3. آخر مثال في الضرب، 4 ميم أس 3 في 1 على 4 ميم أس 2 في سالب 7 ميم. ممكن نختصر برضو، الـ4 على الـ4 فيها الـ1، هيطيروا مع بعض. نضرب الإشارات الأول، موجب في موجب بموجب، موجب في سالب بسالب، ميم أس 3 في ميم أس 2 يبقى ميم أس 5، في ميم أس 1 يبقى ميم أس 6.
تاني جزء قسمة الحدود، ودي زي الضرب بالظبط، بس بدل ما اجمع الاسس هطرح الاسس. القاعدة بتاعتها عند قسمة الاساسات المتشابهة هنطرح الاسس، بدل ما هجمع هطرح. اول مثال -10 سينوس 7 على -2 سينوس 4. هنقسم الاشارات والمعاملات عادي خالص، بعد كده نطرح الاسس. سالب على سالب فيها موجب، 10 على 2 فيها الخمسة، ونزل اساس واحد بس اللي هو السين، وهطرح 7 ناقص 4 3، ولازم برضو الأساسات تبقى متشابهة، هنا س وهنا س. -15 ألف أس 4 على -5 ألف أس 3. نقسم الإشارات الأول، سالب على موجب بسالب، 15 على 5 فيها التلاتة، ألف أس 4 على ألف أس 3 هنطرح الأسس، يبقى ألف أس 1، الواحد في الأس ممكن ما نكتبوش. 12 ميم أس 4 نونس 5 على -4 ميم نونس 2. نبدأ بالإشارات، هنا موجب، موجب على سالب فيها سالب، 12 على 4 فيها التلاتة. بعد كده نقسم الأساسات المتشابهة، -4 على -1 نطرح الأسس، يبقى -أس 3، -5 على -2 هنزل نون وطرح 5 ناقص 2 3، نقسم ميم على ميم ونقسم نون على نون. 9 سينوس 5 سادوس 4 على 6 سينوس 3 سادوس 4. لما نيجي نقسم 9 على 6، التسعة متقبلش على الست، بس أقدر أختصرهم على التلاتة، 6 على 3 فيها الاتنين، و9 على 3 فيها التلاتة، فيتبقى لي 3 على 2. واكسب الاساسات المتشابهة، -5 على -3 هطرح الاسس، تبقى -2، -4 على -4 اي حاجة على نفسها فيها الواحد، اي حاجة على نفسها فيها الواحد، والواحد مش هيتكتب. 2 ألف بأس 5 على 0، دي من غير خطوات، الجسم على 0 ليس لها معنى، لما نقسم على 0 ليس لها معنى. -35 س على 5 س، نقسم الإشارات الأول، سالب على موجب سالب، 35 على 5 فيها السبعة، س على س فيها الواحد، أي عدد على نفسه في الواحد، والواحد مش هيتكتب عشان متبقاش 17. المرة ده هيديني العكس، بيقول لي أكمل 3 ألف أس 2 في نقط يساوي 15 ألف أس 5، يعني هو مديني الناتج نفسه بس عايز النقط اللي هنا. هنشوف 3 نضربها في كام عشان تديني 15. 3 في 5 ب15، 1 أس 2 في كام عشان يديني 1 أس 5، هتبقى 1 أس 3 عشان عند الضرب نجمع الأسس. أو ممكن نعملها بطريقة تاني، نقسم الناتج على اللي هو مديهولي، لو قسمت 15 على 3 هتديك 5، 1 أس 5 على 1 أس 2 هتديك 1 أس 3. السؤال التاني بيقول لي -6 ج أس 3 د أس 3 ده الناتج، بيساوي 2 ج د أس 2 في نقط. ناخدها واحدة واحدة، نبدأ بالإشارات، موجب في ايه عشان يديني سالب؟ موجب في سالب هيديني سالب. 2 في كام يديني 6، 2 في 3. ج أس 1 في كام عشان يديني ج أس 3، هيديني ج أس 2. د أس 2 في كام عشان يديني د أس 3، هتبقى د أس 1. لو عايز تعملها بطريقة أسهل، اقسم الناتج على اللي هو مديهولك، هيديك الناتج ده على طول. تاني زيها، 24 ألف أس 8 بأس 5 ده الناتج، يساوي 3 ألف بأس 2 في 4 ألف أس 4 ب في نقط. نبدأ بالأرقام، 3 في 4 ب12، 12 في كام عشان يدينا 24؟ 12 في 2. بعد كده الألفات، 1 أس 1 في 1 أس 4 يديني 1 أس 5، 1 أس 5 في كام عشان يديني 1 أس 8، يبقى 1 أس 3. انت ممكن تجمع هنا 1 و4 5، 5 اجمع عليها كام عشان يديني 8، يبقى تجمع عليها 3. بأس 2 في بأس 1 يديك بأس 3، بأس 3 في كام عشان يديني بأس 5، يبقى بأس 2. اخر سؤال في الاكمل، جايب لي المرة دي جسمة، 10 ألف أس 5 بأس 4 على نقط يديني 2 ألف أس 2 بأس 3. نمسك الأعداد الأول، 10 على كام يديني 2؟ 10 على 5. 1 أس 5 على كام عشان يديني 1 أس 2؟ أنا في الجسمة بطرح الأسس، يعني 1 أس 5 هطرح منها كام عشان يديني 1 أس 2؟ يبقى 1 أس 3. بأس 4 على كام عشان يديني بأس 3؟ بأس 4 أطرح منها كام عشان يديني بأس 3؟ يبقى بأس 1. نختم الحصة دي بأربع قوانين إن هما يتكرروا معانا في الفترة اللي جاية، اللي هو مساحة المربع ومساحة المستطيل، حجم المكعب، وحجم متوازي المستطيلات. الأربع قوانين دول كلهم خدناهم في ابتدائي، أفكركم بيهم وناخد عليهم مسائل. مدينا مربع طول ضلعه اسمه 3 س،
بيقول لي أوجد مساحته، مربع طول ضلعه 3 س، أوجد مساحته. قانون مساحة مربع كان اسمه طول الضلع في نفسه، مساحة مربع يساوي طول الضلع في نفسه. الضلع مدهولي ب3 س، يبقى أمسك 3 س أضربها في نفسها، 3 س في 3 س. بعد كده نضرب عادي، 3 في 3 ب9، سينوس واحد في سينوس واحد عند الضرب نجمع الأسس يبقى سينوس 2. لو مش حافظ القانون مش هتحل حاجة، مساحة المربع طول الضلع في نفسه. تاني مثال، مدينا مستطيل الطول بتاعه اسمه 5 ألف والعرض اسمه 3 ب. مستطيل طوله 5 ألف وعرضه 3 ب، عايزين مساحته. قانون مساحة المستطيل الطول في العرض، الطول في العرض، يعني هضرب البعدين اللي مدهم لك، هضرب 5 ألف في 3 ب. نضرب الأرقام الأول، 5 × 3 = 15، ألف في ب بألف ب، يبقى المساحة الطول في العرض. طب افرض كان مديك المساحة نفسها، مستطيل مساحته 12 سينوس 5، دي المساحة نفسها، وطوله 4 سينوس 3، عايز العرض. لو عايز العرض هتقسم المساحة على الطول. ممكن نعملها بالمثلث اللي كنا بناخده في العلوم، كنا بنكتب فوق المساحة وهنا الطول وهنا العرض. لو عايز المساحة هتضرب الطول في العرض، لو عايز الطول هتقسم المساحة على العرض، ولو عايز العرض هتقسم المساحة على الطول. احنا هنا عايزين العرض فهقسم المساحة على الطول. المساحة هو مديهالنا ب12 سينوس 5، نكتب 12 سينوس 5 على الطول، مديهولنا ب4 سينوس 3. بعد كده نقسم عادي، 12 على 4 فيها 3، سينوس 5 على سينوس 3، نطرح الأسس تبقى سين أس 2. يبقى كده قانونين، مساحة المربع طول الضلع في نفسه، مساحة المستطيل الطول في العرض. نشوف المكعب ومتوازي المستطيلات. مديني مكعب طول حرفه بتلاتة ب، عايز حجمه. مكعب طول حرفه 3 ب، أوجد حجمه. حجم المكعب له قانون اسمه طول الحرف في نفسه في نفسه، طول الحرف في نفسه في نفسه. الحرف اللي هو مديهولنا اسمه 3 ب، أضربها في نفسها في نفسها كمان، أضربها 3 مرات، 3 × 3 ب9، 9 × 3 ب27، ب أس 1 في ب أس 1 في ب أس 1، نجمع الأسس يبقى ب أس 3. أما متوازي المستطيلات فليه قانون تاني. متوازي المستطيلات أبعاده، كلمة أبعاده دي اللي هي الطول والعرض والارتفاع، مدينه طول اسمه 3 ألف وعرضه اسمه 2 ألف وارتفاعه اسمه ألف، عايز حجمه. قانون حجم المتوازي اسمه الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. يعني هنضرب الأبعاد اللي عندنا كلها، 3 ألف في 2 ألف في ألف، نضرب الأرقام، 3 × 2 ب6، ألف في ألف في ألف يبقى ألف أس 3. يبقى حجم المكعب طول الحرف في نفسه في نفسه. أما حجم المتوازي زي مساحة المستطيل، الطول في العرض بس أزود لها في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. آخر مثال، مديني مستطيل وجواه مربع، المستطيل الكبير وجواه مربع. المستطيل الطول بتاعه اسمه 5 ألف والعرض بتاعه اسمه 3 ألف، والمربع الضلع بتاعه اسمه 2 ألف. بيقول لي أوجد مساحة الجزء المظلل، مساحة الجزء المظلل اللي هو باللون الأسود اللي هنا ده. عشان نجيب مساحة الجزء المظلل هنجيب مساحة المستطيل ونطرح منها مساحة المربع، مساحة المستطيل كله ونحوش منها المربع اللي هو الأبيض اللي جوه ده، هيتفضل لي الجزء المظلل. طيب مساحة المستطيل قلنا قانون الطول في العرض، الطول اللي هو 5 ألف في العرض اللي هو 3 ألف، ده مساحة المستطيل. ناقص مساحة المربع اللي هو طول الضلع في نفسه، الضلع مديهولنا ب2 ألف فهضربها في نفسها، 2 ألف في 2 ألف. يبقى جبنا مساحة المستطيل ومساحة المربع وهطرحهم من بعض، هنضرب 5 × 3 ب15 وألف في ألف بألف أس 2، ناقص 2 × 2 ب4 وألف أس 1 في ألف أس 1 يبقى ألف أس 2. بعد كده نطرحهم، طرح قلنا بنطرح المعاملات بس، 15 ناقص 4 يبقى 11، وملناش دعوة بالرموز ولا الأسس، ألف أس 2. يبقى حصة النهاردة معتمدة على قانونين، عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس. أول حاجة نضرب الإشارات والمعاملات عادي، سالب في سالب بموجب، 2 × 5 ب10، ونزل أساس واحد منهم واجمع الأسس، 3 + 2 = 5. ولازم الأساسات تكون متشابهة، لو ما كانتش متشابهة زي س في ص بننزلهم جنب بعض يبقى س ص،
تلاتة في سين أنزلهم جنب بعض يبقى تلاتة سين. أما عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس. أول حاجة أقسم الإشارات والمعاملات عادي، سالب على موجب فيها السالب، ستة على الاتنين فيها التلاتة، وأنزل أساس واحد منهم بس وأطرح الأسس، سبعة ناقص اتنين خمسة. في الضرب نجمع الأسس، أما في الجسم نطرح الأسس. في أربع قوانين: مساحة المربع طول الضلع في نفسه، مساحة المستطيل الطول في العرض. لو عايز العرض هتقسم المساحة على الطول، برضو لو عايز الطول هتقسم المساحة على العرض. حجم المكعب طول الحرف في نفسه في نفسه. آخر قانون حجم متوازي المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع. يبقى النهاردة خدنا ضرب حد في حد، حاجة واحدة في حاجة واحدة. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد ضرب حد في مقدار، يعني حاجة واحدة في حاجتين أو في ثلاثة، ودرس سهل برضه. أشوفكم هناك إن شاء الله.